Televisa presenta. لقد حصلت كارثة. ألفونسينا والدة إلينا. ما بها؟ ماتت ليلة أمس. لكن ماذا تقول ماما؟ ما أدرك أنت؟ لابد أنك مخطئ أبتي. ما الذي حصل؟ نحن لا نعرف بالتأكيد، لكن على ما يبدو كانت ضحية اعتداء. لا يا لا يعقل. اهدئي. لا يعقل. كيف حال أبي؟ ليوناردو أبلغني. حاول أن تهدأ عزيزتي، اهدأ. يجب أن أعود إلى مكسيكو بسرعة. إلينا، إن سمحت لي أعرض عليكما أن أقلكما. ثقي به، هو صديق لوالديك. أنت تعرف ما أريد أن أدرس. دائما نفس السؤال. أنا أحب الموسيقى. الموسيقى ليست مهنة، إنها تسلية للفاشلين والكسالى، ولن أسمح لك أن تضيع حياتك سدى. ليكن بمعلومك أبي بأني أريد شجارا. أرجوكما، أنت أدخلت هذه الأفكار السيئة في رأسه. كل هذه الحماقة عن الموسيقى كانت من تأثيرك إسبرانزا. هذا ليس صحيحا. أنا والدك، جئت أم أبيت ستفعل ما أقوله. أنا عليك أن تتعلم من ريموندو. سأمت مواعظك الدائمة. ريموندو هو ابنك المحبوب، هو ابنك المثالي، قدوة المستقبل. أنا شخص مختلف أبي، أختلف عن ريموندو، وأظن أنه يحق لي أن أفعل ما يحلو لي في حياتي. أحذرك سانتياغو، لن أتحمل عصيانك أكثر من ذلك. مرحبا. أمامك فرصة شهر واحد لتختار ما ستدرسه نهائيا، وإن لم تفعل ستبدأ بالعمل معي في إحدى مصانعي الخاصة. لن أستمر بإعالة كسول فاشل مثلك. كفى بني أرجوك. لا فائدة من الاستياء، أنت تعرف طباع أبي. أمي لم تخبريه أنني كنت أدرس الموسيقى في نيويورك؟ ألم ترى رد فعله لمجرد ذكر الأمر؟ تصور ماذا كان سيفعل لو عرف أننا كنا نكذب عليه. لا تكن متهورا سانتياغو، إن أمي ستقع في المشاكل إن عرف أبي أنها كانت شريكتك. أعرف، لهذا لزمت السكوت لتجنب حراك أسوأ، وكي لا يصب غضبه عليك أمي. هذا كثير مفهوم. أخي فقد صوابه وأيضا كرامته. واجب كل إنسان متدين أن يساعد من يحتاج لذلك. فرنان فعل عين الصواب بالذهاب إلى مكسيكو مع الفتاتين. ما كان يجب السماح بذلك أمي، كان عليك أن تمنعيه من الذهاب هكذا مع تلك المرأة. مع ابنته. إلينا، ليست الابنة الشرعية لفرنان. طبعا لا، لكن إن عرفت ابنتي ألفونسينا بالحقيقة كلها أمي ستفعل أيضا المستحيل لسحب المال من شقيق الغبي فرنان. حسنا، لقد قمت بواجبي وأبلغتكما.
أما الباقي فقد تكلمنا عنه بما يكفي طوال سنوات، لذا أترككما الآن إلى ضميريكما. حماكم الله، طاب يومكما. ماذا سنفعل الآن؟ سأعود إلى نيويورك وأقول له بأنني أدرس إدارة الأعمال. قولي ما رأيك؟ أي أرجوك عجلا أم آجلا سيعرف، لا يمكنكما إخفاء أمر كهذا إلى الأبد. ساعدتك لأننا اتفقنا أنك ستدرس الأمرين معا، لا أن تترك دراسة إدارة الأعمال سانتياغو. ليست الموسيقى مضيعة للوقت أمي، سوف أصبح موسيقيا محترفا، يلزمني وقتا لأحقق هذا الحلم. لما لا تحصل على شهادة كما يريد، بعدها تدرس ما يحلو لك. انظر إلي، تزوجت لكي أرضيه والآن أفعل ما يحلو لي. لا تلمى، لن أفعل ذلك ليرضى هو. قررت أن أدافع عما أريده مهما كان الثمن. أخبرني أوليسي، هل زرت دولا كثيرة على متن السفن البحرية أخي؟ كثيرا، لا سيما في آسيا وأمريكا الجنوبية وما شابه. تصفيق، حياة حرة من غير ارتباطات أو شيء مقلق. بعد مضي فترة في البحر نتجر، يتغير الداخل والخارج. أنت وحدك اخترت طريقك. نعم، حتى الآن لم تغفر لي ما حصل. ليس هناك ما أغفره لك، لكن أمل أنك تبت حقا لكي يكون الله هو من يغفر لك. اسمعي، ليس الوقت مناسبا للمواعظ. ما فعلته منذ سنوات كان غلطة وقد دفعت ثمنها، سأندم عليها طوال حياتي. لو كنت نادما حقا لكنت عدت لتعيش حياة محترمة، ولما بقيت مغامرا، ولما صرت. قليها، لما صرت لصا. ما هذا ما اتفقنا عليه في المرة الأخيرة؟ أهذا هو رأيك به؟ أهذا ما كنت تفكرين به؟ أجيبي، هذا رأيك؟ ماذا تريدني أن أفكر وأنت لم تكتفي بسرقة ذلك الخاتم، بل يومها أعطيتنا النقود بشكل كريم كما قلت لك؟ ذلك المال ادخرته طوال فترة طويلة، وبعدها تعركت مع رجل عصابات وبالسكاكين مع متشرد مشاغب، وراحت الشرطة تبحث عنك في المرفأ وأنت تختبئ كمجرم فار. لم أكن أعرف ماذا أقول للناس عندما كانوا يسألونني عنك، لقد جعلتنا حديث الناس في كل المدينة. يكفي كريدات، لحسن الحظ لا أحد يسأل عنك لأنني لا أعرف بما أجيب. قل لهم إنني ميت ولم أعد يوما، إنني غرقت. هذا ما تريدينه؟